في مثل هذا اليوم فخامة الأخ الرئيس علي سالم البيض أعلن فتح الارتباط. ونسمع في مثل هذه الأيام بعض القادة الجنوبيين يدعون إلى الفدرالية، ما هي الكلمة التي توجهها للقادة الجنوبيين في الخارج الذين يدعون إلى الفدرالية؟ أولا نحترم كل قادتنا الجنوبيين سواء كان بالداخل أو بالخارج. كلمة أوجهها لكافة قادتنا سواء كان داخل أو خارج أن يتوحدوا. أول قبل كل شيء كلهم كلمة موحدة. نحن نقول لهم لابد من انتصار. ليش؟ لأن احنا ما نفسيش الوحدة. لأن الوحدة أصلا الذي من الذي جانا فيها؟ من الذي تعب فيها؟ نحن الجنوبيين. وأول من دق معسكراتنا هم دقوا في 27 أبريل. لهذا فنطالب بانفصال لأن في قضية وطن. قضية وطن ظلم، قضية شعب سحر. فلهذا قضية الجنوب المراتب الأولى والانتصار المراتب الأولى، مش لأننا ما نحبش التوحيد أو ما نحبش التراب اليمني الموحد، لا، لأننا ظلمنا في ظل هذه الوحدة اليمنية، لهذا نطالب بالانفصال وأن يتوحد. في مثل هذا اليوم أعلن فخامة الأخ الرئيس علي سالم البيض فك الارتباط، وهناك من القادة الجنوبيين في هذه الأيام من يدعي الفدرالية. الكلمة اللي توجهها القادة الجنوبيين لدول الفدرالية، ما هو هدف يعني الشعب الجنوبي مطلبه الأساسي؟ والله أوجه لكل القادة الجنوبيين في الخارج السياسيين العظماء الذين يمثلونا والذي نحترمهم ونقدرهم، وهم يعتبرون الصوت الخارجي لنا. إنما نحن مواطنين في الداخل لقد عانينا من ظلم ومن استبداد ولا لنا أي حقوق في هذا الوطن، فنحن مصرين على الانفصال. لا نريد الوحدة، وقد جربناها 16 سنة ولم نتحصل منها إلا الدمار وانتهاك الأعراض والقضاء على أبناء الجنوب ونهب أراضيهم وداسوا على كرامتنا. أيها المناضلين الشرفاء، عند أبو بكر العطاس سيدي علي ناصر محمد، أمرك على رأسي وعيني وانت احترامك بقلوبنا ما زال. أرجوك يا سيدي علي ناصر، يا حيدر أبو بكر العطاس، نحن نطالب بالانفصال، نحن الذين عانينا وأنتم نحن نتشرف فيكم تمثلونا في الخارج وصوتكم مسموع على ذكر. ولكن توحدوا مع سيدنا ورئيسنا وفخامة علي سالم البيض أبو عدنان الذي لم يغير كلمه، والذي يشعر بأبناء الجنوب، والذي مكانه يطالب بحق بالانفصال رغبة لأبناء شعبه، ورغبة لاستقلال وطنه، ورغبة لإعادة الحرية والكرامة لأبناء الوطن، ومن أجل رفع علمنا علم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وعاصمتها عدن. فك الارتباط هو الكلام الأخير والنهائي.